السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هاد لا فيديو. اليوم النهار الثاني من التحضيرات ديال عيد الميلاد. غنشارك معكم اول حاجه المشتريات اللي شريت باش نحضر الكيك ديزاين. غنبدا معكم بسكر كلاسي سبيسيال. انا خديت هنا جوج ديال الباكيات، فضروري باش تنجح معنا العجينه ديال الشكلاط خصنا ضروري ناخذوا سكر كلاسي سبيسيال. خديت هنايا الشكلاط غالا، فغالا الشكلاط غالا هو النوعيه الممتازه اللي كتنجح لك بها الكيك ديزاين، وكذلك المذاق ديالو زوين. خديت هنا الجيلاتين، كذلك الجليكوز. هذا الملون احمر وازرق باش نخلطهم بجوج باش يعطيني لا كولور اللي انا باغيه. كذلك خديت اللوز، خديت 10 درهم اللوز. هذا الشكل النكهه ديال الشكلاط او لاغوم الشوكولا. خديت 10 درهم ديال الشوكولا غيش، كذلك الفويتين 5 درهم الفويتين. هادو خنيشات باش ندير فيهم لا ميرانغ، المصاصات ديال لا ميرانغ. خديت هاد الفلام، كذلك خديت هاد الرقم 4. هادو كويسات وطبيسلات والمنيدلات. بطبيعة الحال هذا هو لو تيم ديال لا برانسيس صوفيا. هنا خديت هذا المول باش يساعدني في المونتاج ديال الكيك ديالي. هذا الثمن ديالو تقريبا 30 درهم الا انا بقيت عاقله. بطبيعة الحال ما توفرش فماشي بالضروره، ف فهذا غير كيساعد باش تمونطي الكيك يعني بسهوله. خديت هذه الملاصه باش كنقاد بها الوجه ديال التورته. الورق الالومنيوم، خديت هذه الدوائر اللي كقاعده للكيك. فهنا خديت هذاك البابي دونتيل وكذلك داك الدائره الذهبيه. خديت البالونات او النفاخات، كذلك خديت طبعت هاد المطبوعات عند مول المكتبه باش نصوبهم في لي بوب كيك ولي كاب كيك. خديت هاد العويدات ديال لي بوب كيك، خديت هاد الاداه باش نقاد بها الوجه ديال التورته. هذه دغا ديال الطبله او غطاء الطاوله. خديت كذلك الشوكولا غالا كحل وابيض. خديت هذا الملون اللامع بخمسة دراهم موف، وكذلك البالونات. هادو الكويسات ديال لي بوب لي كاب كيك، نفس لو تيم اللي في نفس لو تيم اللي غادي ندير. هادو ورق الطاهي، بابي اليمونتير. خديت هاد اللصاق باش نلصق به هادوك لي موتيف اللي غادي ندير في لي بوب كيك ولي كاب كيك. كذلك خديت الهولالا، لا كريم فريش هولالا و كريم فريش صغيره، وكذلك لي سوريمي. اول حاجه غندست لهنا باش نحضر معكم لي بوب كيك. هنا غادي نستعمل كيكه اللي حضرتها مسبقا، فممكن تستعملوا اي كيك كينجح معكم. انا هنا حضرت كيكه عاديه فيها كاس ديال الزيت، كاس السنيده، كاس ديال الحليب، ثلاثة ديال البيضات، ثلاثة المعالق ديال الكاكاو مر، وجوج خمارات وفاني،
وكذلك جوج كيسان ونص ديال الدقيق حتى لثلاثة حسب الدقيق اللي عندكم. غادي ناخذ الكيكه ديالي غادي نفرزتها غادي نديرها في الطحانه كهربائيه غادي نطحنها مزيان باش تجي الحبيبات ديالها متساويه. من بعد غادي نديرها في واحد البول وغادي نضيف عليها هذا هو الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا في الصوره كيجيو الحبيبات ديالها متساويه. غادي ناخذها غادي نديرها في واحد البول وغادي نضيف عليها واحد دانيت شوكولا وكذلك الكراميل اللي ديجا حضرت في الدار فهداك الكراميل يعني منزلي. غادي نحاول باش نخلط الخليط ديالي مزيان وانا كنشوف السمك عفوا يعني لا تكستور ديالو ما عرفتش كيفاش غادي نقولها لكم. المهم كنبقى نخلط مزيان حتى كتعطيني واحد العجين اللي ساهله باش تكور في يدي ونشكل منها واحد الكويرات. انا هنا خلطتها مزيان من بعد بقيت كنزيد الكراميل بشويه بشويه حتى كتجمع ليا الخليط. من بعد غادي نكورها واحد الكويرات وغادي ندخلها للثلاجه باش ترتاح حتى تقبض في راسها مزيان ومن بعد غادي نخرجها باش نصوب ليها الشكلاط. هنا من بعد ما خرجت لي بوب كيك ديالي من الثلاجه او الكويرات ديال الكيك ديالي من الثلاجه غادي نذوب الشكلاط. غادي نحاول نوضع داك العويدات ديالي في الشكلاط ابيض وكندخلهم في داك لي كوب داك الكيك ديالي باش يقبطوا في راسهم مزيان باش ما يزولوش داك العويدات. من بعد غادي نغطسهم في الشكلاط ابيض وغادي نزينهم بالشكلاط رمادي كما كتشوفوا رمادي هذاك اللون رمادي فانا خلطت اللون ازرق والاحمر اللي شفتو معايا في المشتريات باش عطاني داك اللون في رمادي او غري. من بعد غادي ندوز غادي نخليهم يبردوا ويشدوا في راسهم مزيان غادي ندوز غادي نسرح العجينه ديال الشكلاط اللي عندي في الموف غادي نقطعها بالقطاعه بحال على هذا الشكل على شكل وريضات وغادي نحاول باش نلصقها في داك لي بوب كيك ديالي. هذا هو الشكل اللي زينت به لي بوب كيك ديالي فانا وضعت الشكلاط على هذا الشكل ولصقت داك الوريضه ديال عجين الشوكولاته فانا استمريت على هذا الشكل هذا تحت كملت كاع الكميه اللي عندي وهذا هو الشكل اللي حصلت عليه في الاخر. من بعد غادي ندوز معكم باش نحضر غادي نحضر معكم لي كاب كيك او لي مادلين. فبالنسبه للمقادير انا هنايا عندي مقادير ديال اللي غادي يعطوني تقريبا واحد 20 حبه. عندي هنايا 4 ديال البيضات جوج خمارات وعندي كاس ديال الحليب كاس ديال السكر سنيده كاس ديال الزيت. وبالنسبه للدقيق فانا هنا استعملت 14 معلقه ديال الدقيق عفوا. فغادي نستمر في وضع المقادير كامله ومن بعد غادي نحضر غادي نوضع الفليمول داك الورق الخاص بلي كاب كيك وغادي ندخلهم الفران فعادي كيف ما كنطيب الكيك ديالي وغادي تشوفوا معايا نكمل معكم بعد الطريقه ومن بعد غادي تشوفوا معايا الشكل النهائي ديالهم.
من بعد دست باش نحضر الصابلي بريستيج او الصابلي اللي مطبوع عليه الاسم ديال الابنه ديالي. اول حاجه خديت هنايا الصابلي اللي محضره اللي حضرته معكم من قبل، فخديته دهنته بالجليكوز وخديت عجينه ديال الشكلاط اللي محضرها مسبقا وسقت عليها داك العجينه ديال الشكلاط وطبعت عليها الاسم ديال الابنه ديالي وكذلك السنه العمر يعني شحال في عمرها. بقيت استمرت على هذا الشكل حتى كملت الكميه اللي عندي كامله، وهذا هو الشكل النهائي في الاخير اللي غادي نحصل عليه. بعد غادي ندوز باش نحضر معكم الفقاس. بالنسبه للفقاس عندي هنايا 3 ديال البيضات، عندي كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت. بالنسبه للزرارع عندي هنا نص كاس ديال الجنجلان، عندي كاس مع عمرش ما بين اللوز والزبيب مقطع، ومعلقه كبيره ديال النافع، عندي خمارة وفانيا والدقيق حسب الخليط. بالنسبة للدقيق تقريبا احتاجيت واحد 500 غرام حتى 600 غرام ديال الدقيق. فغادي نخلط المقادير ديالي كاملة، نوضع كاع المقادير اللي عندي، وفي الأخير غادي نبدا كنضيف الخمارة والدقيق شوية بشوية حتى كنحصل على واحد العجين اللي ماشي خفيفة بزاف، ماشي قاصحه، مهم تكون كتلتصق باليد كما غادي تشوفوا. هنا بعد ما ساليت العجينه ديالي فانا غادي نشكلها على شكل حريبلات، ومن بعد غادي ندهنها بالكاكاو مر مع البيض. غادي نزينها بواحد الخطوط بالفرشيطه وغادي ندخلها الفران على عافيه مهيله. من بعد ملي غادي يطيب الفقاس ديالي غادي نحاول باش نغطيه واحد تقريبا واحد نص ساعه. هنا الفقاس ديالي من بعد ما قطعته فانا ما خليتوش ارتاح بزاف، فدغيا قطعته فقط نص ساعه وحمرته، وهذا هو الشكل النهائي. كنتمنى يعجبكم هذه الوصفات، وبصحه وراحه.